الشخصية الفقيه التي تبدي في قضايا اللي هي من صميم الشريعة الإسلامية. مثلا نعطي أمثلة بسيطة وقد ذكر بعض منها، دخلت شراب البن إلى المغرب ودخل شراب الشاي إلى المغرب، فطرح موقف من ناحية الفقهية، هل يجوز تناول هذه المادة ولا هل هي حلال أم حرام؟ وقيل كلام طويل حول البن، وهناك من ذهب كما جاء في الكتاب أن فسادها في سوادها، كونها سوداء لبنة فهي مادة فاسدة، ورأي على كل حال يمكن تكون منافية للشريعة الإسلامية. قيل نفس الشيء بالنسبة للشاي، وكان الأمور نقاش طويل وعريض حول الكثير من القضايا ذات الصلة بهذا الجانب. هذا هو كي نقول واحد الإطار عام هو الموقف من أوروبا. في نفس الوقت كان واحد الموقف ديال الانبهار من هذه أوروبا، وهذه الكتابات أبرزت ذلك. وهذا الانبهار خلق واحد نوع من التناقض انتبهت لها إليها النصوص. فمرة نجد في نفس العمل، ويمكن نعطي بعض الأمثلة الآن، مؤرخ يتحدث عن أوروبا الكافرة، أوروبا ديال التخلف، أوروبا الانحطاط، أوروبا الظلام، ثم على بعد صفحات قليلة نجد نفس الشخص يتحدث عن أوروبا القوة والانبهار والسلاح النادي والتكنولوجيا المتطورة، طبعا هو لم يستعمل مصطلح التكنولوجيا ولكن عبر عنها بأسلوبين، أسلوب المرحلة وبلغة المرحلة. هذا التناقض في الموقف من أوروبا كان سمة أساسية للتعاطي مع هذه القضية. قضية أخرى أثارت كذلك نقاشا كثيرا طويلا في الباب، خاصة في السنين القرن التاسع عشر، في الجانب الذي تم بالأستاذ طحطاح، قضية الضرائب مكوز الترتيب. مرة أخرى المؤرخ تخلى عن جبة المؤرخ وارتدى جبة الفقيه لكي يفتي في الأمر، هل هذه الضرائب موافقة للشريعة الإسلامية أم أنها مناقضة لها؟ وبقى النقاش هذا ما خصناش نعرفوا واش هو مؤرخ أو فقيه. هنا كان البحث عن واحد الموقف التلفيقي، هذا الموقف التلفيقي لم ينفع في نهاية المطاف مؤرخ مثل الناصري في الجزء التاسع من الاستقصاء. في البداية كيتكلم عن المكوس على اعتبار أنه وباء وأنها كارثة، وأن الضرائب الشرعية هي الزكاة والأعشار التي نص عليها القرآن الكريم، وما سوى ذلك فهو باطل وهو منافي لصالح الشريعة الإسلامية. على بعد صفحات فيما بعد يعود لكي يبرر ضريبة المكوس تحت مبرر ما سماه بضرورة الوقت. شنو ضرورة الوقت؟ ما معنى ضرورة الوقت؟ أي الظروف ديال الإكراه الاستعماري والضغط الإنقيادي على المغرب يحتم على ولي الأمر اتخاذ مبادرات لإيجاد حلول للمشكل. ومن بين هذه المبادرات هو خلق واحد النوع من الأداءات، ولم يسميها ضرائب، أداءات يمكن أن تخلق واحد النوع من التوازن في خزينة الدولة. إذا لاحظوا داخل نفس العمل هناك واحد التناقض في الدفاع عن هذا الموقف. وعندما تأكد أن الأمر لا يمكن أن يستمر، لأن هذا المنطق التلفيق هو منطق محدود، كان لابد أن يعبر عن موقفه بصريح العبارة عندما استفتي في قضية الترتيب. السي خليل كان له كل جرأة لكي يقول أن المحنة التي لحقت بالمؤرخ الناصري سببها هو الموقف من قضية الترتيب. طب حال هو صح الكثير من الأمور في هذا الباب، وهو يشكر على أنها ملاحظة أكيد أن لها مصداقية في هذا الباب. مؤرخ اطلع بوظائف مركزية داخل جهاز المخزن المركزي، في نهاية المطاف انتهى به الأمر في واحد المحنة التي حل لا تليق أبدا بمقامه أو بوضعه الاعتباري داخل المجتمع. فإذا عوقب بهذه الطريقة، وما يقال عنه يقال عن باقي المؤرخين. عندما انتقلنا إلى النص الثاني مع الأستاذ دكتور، أسئلة جديدة طرحت على هؤلاء المؤرخين. لم يطرح الآن سؤال الإصلاح، ولكن طرح سؤال الحماية. سؤال الحماية، وهنا طبعا الحال طرح موقف سؤالان اثنان. ما هو الموقف من هذا النظام؟ كيف سنعزز هذا الذات في مواجهة ماشي عطاب القرن التاسع عشر ولكن إكراهات الضغط الاستعماري؟ فكانت النتيجة هذه العودة الجماعية إلى التباهي مع الماضي، هذه العودة إلى الكتاب عن التاريخ عن الماضي، وتمجيد بطولات المغاربة، والحديث عن الدول المتعاقبة على حكم المغرب، وعظمة الدولة المغربية والدولة التي امتدت من السودان الغربي إلى بلاد الأندلس وإلى آخره.